مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1. طبعا مستنية تكلموني على أرقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، وما تنسوش إن كل الوصفات اللي احنا بنعملها من أول ما بدأنا لحد دلوقتي موجودة على قناة ETC على اليوتيوب. إن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة الناس كلها بتحبها، هنعمل كوردون بلو، بس هنعمله كفتة، مش هنعمل الكوردون بلو اللي احنا متعودين عليه. ممكن يتعمل باللحمة مفرومة، ممكن يتعمل بفراخ مفرومة، على حسب انتوا ما تحبوا. بنفس الطريقة دي انا هشتغل الاثنين، يعني تقدروا تجيبوا فراخ وتفرموها وتقدروا برضو تشتغلوا بلحمة مفرومة، على حسب ما انتوا حابين ايه. هنغير شوية في الكوردون بلو، مش هنعمله بالصدور بتاع الفراخ، لا هنعمله النهاردة بلحمة مفرومة. وتقدروا برضو لو هتفرموا فراخ دخلوا وراك معاها، بتبقى أفضل لأن بيبقى فيها شوية دهون، ففي الفرم بتبقى يعني ألطف من أن يبقى صدور كلها. وطبعا على حسب الرغبة، في ناس بتحب لا تبقى الصدور بس، برضو تمام. بنفس الطريقة دي هتقدروا تشتغلوا فراخ أو لحمة مفرومة، مفيش مشكلة خالص. تعالوا نشوف مقادير الكفتة بتاعت الكوردون بلو. محتاجين نص كيلو من اللحمة المفرومة، وطبعا على حسب الرغبة تقدروا تزودوا أو تقللوا. والكفتة دي ميزتها إن هي ممكن تعملوا كمان منها شوية حلوين وتحطوها في الفريزر على التحمير على طول. وعندي كمان نص كيلو، عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي بصلاية مفرومة، عندي ملح وفلفل وبابريكا ورشة قرفة. القرفة بتديني يعني طعم حلو قوي وبتضيع لي أي زفارة موجودة في اللحمة. وعندي تركي مدخن هقطعه كده مكعبات صغيرة، عايزة حاجة بسيطة خالص، يعني ممكن مثلا نص كيلو ده بقى محتاجة مثلا شريحة ونص كده، هقطعهم مكعبات بالشكل اللي انت شايفينه ده. وعندي نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، أو ممكن لو حابين برضو جبنة شيدر تقطعوها مكعبات، جبنة شيدر مبشورة، على حسب ما انتوا حابين، برضو دي حسب الرغبة. وعندي كوباية من الدقيق وبقسماط واتنين بيضة، بقسماط سواء كريسبي سواء ناعم، على حسب برضو ما انتوا تحبوا تقدروا ان انتوا تتحكموا في الموضوع ده. تعالوا نقول تاني المقادير. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، وعندي بصلاية مفرومة وملح وفلفل وبابريكا، وعندي رشة قرفة، وتركي مدخن زي ما قلت لكم كده حاجة بسيطة خالص، هقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعندي كمان نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا سواء برضو مبشورة، أو ممكن أستبدلها بجبنة شيدر مثلا محطوطة يعني برضو متقطعة كده مكعبات أو مبشورة، تمام. وعندي كمان كوباية من الدقيق، بقسماط خشن أو يعني كريسبي أو البقسماط الناعم، واتنين بيضة، تمام. تعالوا بقى إيه نشتغل كده فيها واحدة واحدة. تعالوا هجهز الأول اللحمة المفرومة عشان أجهزها إن هي تبقى محشية. أول حاجة زي ما اتفقنا إحنا هنعمل كفتة، هنعمل حاجة ناعمة، فلازم أول حاجة إيه اللي إحنا متعودين عليه، ننعم اللحمة عندي كويس قوي. دي خطوة إحنا مثبتينها زي ما اتفقنا في أي حاجة كفت أو أي حاجة نوع كفتة إحنا بنعمله، لازم 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 اللحمة تكون ناعمة جدا عشان ما تفكش معايا. وخصوصا كمان لو أنا هعمل زي الوصفة دي كوردون بلو، ده بيبقى محتاج إن أنا أنعم اللحمة خالص عشان ما تفكش مني، ولا أعرف كده أبنيها كويس وما تبقاش فكة مني وما تفتحش مني والكلام ده كله. يبقى أول حاجة هجيب الكبة أو بقى مفرمة على حسب. طب ما عنديش ولا ده ولا ده، هخلي الراجل بتاع اللحمة المفرومة وأنا بجيبها يفرمها لي ثلاث وشوش، هقول له كده افرمها لي ثلاث وشوش، عايزاها فرم ناعم خالص. بس يعني إيه لو عندنا كبة يا ريت يا ريت نفرم كل المكونات كده مع بعض عشان ننعم خالص، كل ما نعمت كل ما ادتني نتيجة أحسن، تمام. حطيت نص كيلو اللحمة المفرومة، هحط عليهم بصل ومش هصفي المية، بصل ومش هصفي المية، تمام. هحط عليهم البابريكا، معلقة بابريكا كده، ورشة قرفة، مش هحط قرفة كتير، يا دوب رشة مش أكتر من كده، ورشة جوزة الطيب. مش هزود بهارات، انتوا عارفيني انا ما بحبش بهارات كتير على اللحمه بالزيت. هملح، واحط برضو فلفل اسود، احط كده معلقه صغيره على النص كيلو، وهبدا ان انا انعمهم. قبل ما انعمهم كده ناخد ايمان. ايمان صباح الفل، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم.
كنت عايزه اعرف الزيت الزيتون اللي حضرتك بتستعمليه على النار نوعه ايه؟ حاضر مش حاضر. الماركه الاكسترا فيرجن بيكر الحاجات دي. حاضر 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 يا حبيبتي، متشكره جدا يا حبيبتي. حاضر يا حبيبتي، شكرا. ماشي حبيبتي، هقول لك ايه الانواع اللي تستخدميها للسلطات على البارد وايه الانواع اللي بتدخل النار. حاضر، عينيا. مش هقول لك اسامي ماركات، هقول لك يعني بيبقى مكتوب عليه ايه. حاضر، تسلمي لي حبيبتي. تعالوا بقى ايه نفرم، يعني هنخلص بس حاجه حاجه عشان ما توهكوش مني كده، وهجاوبكم على كل الاسئله. عندي نص كيلو لحم مفرومه، حطيت عليه البصلايه المفرومه بميتها بكل حاجه، ما عصرتهاش، وحطيت معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ملحتها، وحطيت جوز الطيب رشه، ورشه قرفه بسيطه بس، يعني ايه اي زفاره في اللحمه كده بتشدها وبتخليها طعمها حلو جدا. هنعم بقى كل المكونات دي ناعم خالص مع بعض. بصوا انا ما استعجلتش عليها، انا كنت عايزه افرمها ناعم قوي كده زي ما شفتوها. حصل خير، الغطا بس وقع مننا. تعالوا بقى ايه لا 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 والله وقع مننا لا لا تعالوا بقى ايه نفضي ده في البوله، خافوا مني انا بطلع هوا كل يوم. تعالوا ايه نحط بقى اللي احنا فرمناه كده الشكل ده اهو. بصوا ناعم خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا عايزه كده، شايفين كله داخل في بعض وكده، يعني ناعم جدا. هو ده القوام اللي انا عايزاه عشان ما يفكش معايا، عشان يبقى حته واحده كده ناعمه اقدر ان انا اشغلها بطريقه صح. تمام، اشيل بقى خلاص الكبه دي اهي، وابدا اجيب كيس ثلاجه. مهم قوي ان انا اشتغل على كيس ثلاجه. طب ما عنديش كيس ثلاجه، هاتوا اي كيس عندكم يكون نضيف افتحوه او قصوا منه حته كده واشتغلوا بيه. مش شرط خالص يعني لو ما عندكوش، حتى لو يعني مش متوفر عندكم كيس ثلاجه، اي كيس نضيف ابداوا ان انتوا افتحوه كده واشتغلوا بيه. تمام، انا هحط كده كيس بالشكل ده، فتحيه بالشكل ده، وهبدا بقى ايه هاخد جزء كده، مش جزء كتير يعني، مش حاجه كبيره، هبدا احطها كده. بصوا انا عايزه بقى زي ما قلت لكم البصلايه ما صفيتهاش، عشان انا عايزه اللحمه تبقى طريه كده معايا وانا بفردها. بصوا لو انا مش منعماها عمرها ما هتتفرد معايا بالشكل ده وتبقى ناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سماح، صباح الفل. السلام عليكم. ازيك يا سماح، عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله يسلمك. اتفضلي يا حبيبتي، انا معاكي. جميل، ايوه انا معاكي يا حبيبتي. صباح الجميل، انا بحب حضرتك قوي والله. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلميلي. انا معاكي يا لولو، انا معاكي. لما باجي اعمل المكرونه البشاميل الخلطه بتطلع تقيله، العجينه بتاعتها بتطلع تقيله. حاضر، البشاميل نفسه بيطلع تقيل؟ اه. حاضر، هقول لك بصي على يعني خطوات البشاميل بالطريقه اللي احنا بنعملها، وعلى طول بنعملها مع بعض على الهوا تطلع ممتازه. هقول لك. حاضر، عينيا يا حبيبتي، تسلمي لي، شكرا يا حبيبتي لتليفونك. بصوا احنا فردنا اهو حته اللحمه المفرومه بالشكل ده، تمام، ورفعتها خالص، انا مش محتاجه ان هي تبقى فيها سمك خالص. هبدا ان انا احط شريحه كده من التركي، شويه من الجبنه الموتزاريلا او الشيدر او شريحه شيدر على حسب بقى ما انتوا تحبوا، اهو بالشكل ده. وهبدا بقى ايه اجيب الجناب الجنب ده اقفل عليه اهو بالراحه خالص كده، بتعامل بالكيس. مهم قوي يا جماعه خطوه الكيس، لو وكده مش هتعرفوا تظبطوها وتقفلوها بنظافه كده.
مش هتظبط معاكوا غير كده اهو. بصوا واحده واحده كده، وابدا بقى ايه اقفل. قفلت الجناب، هبدا اقفل بقى هنا اهو. بصوا بقفل بالكيس، الكيس بيخليني اعرف اقفل كويس اهو. وبعد ما اقفل كده كله بصوا بقوم ايه ضغطه كده اهو، عشان اتاكد ان هي ضغطت وبقت اسطوانه كده ايه متساويه اهي. واقفل الجناب وكل حاجه، افتحها كده بصوا اهو، اديها كده رله كده بالشكل ده اهو، تمام قوي كده. بصوا مقفوله من الجنبين اهو، مقفوله كويس جدا، مفيش حاجه هنا مفتوحه، مفيش حاجه هنا مفتوحه. بصوا مقفوله من هنا، مقفوله من الناحيه الثانيه، بصوا اهي ملفوفه كده كلها بنظافه ومقفوله وزي الفل. خلاص نعمل تاني. معانا مين؟ داليا. صباح الفل. صباح النور. ازيك يا داليا؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. عايزه انا زعلانه منك. ليه قولي لي بس، انتوا بقيتوا بتزعلوا مني ليه؟ عشان انا امبارح سالتك عن طريقه الحواوشي وانت ما ردتيش عليا. حاضر معلش. والله بصي بنحاول والله نجاوب على يعني معظم الاسئله، فهتلاقي سؤال بس سقط مني كده. حاضر هجاوبك والله على الحواوشي، خليكي كده متابعينا وهقول لك احلى خلطه حواوشي تعمليها والتركات الجميله بتاعت الحواوشي. عينيا يا حبيبتي ما تزعليش مننا. هجاوبك النهارده. بصوا اهو كده هفرد بالشكل ده. ندى والنبي اكتبي كده معاكي الاسئله عشان نجاوب اخر الحلقه. هبدا كده ايه، لا ما تقولش كده، هنحط جبنه بالشكل ده. ونقفل الجناب. ونبدا بقى ايه نقفل عليها بالشكل ده. هي الطعنه كده ما تجيلكش غير من قريب بس. هنلف كده بالكيس اهو، عشان كده بقول لكم الكيس انتوا هتتحكموا فيه اكتر حاجه اهو. بصوا واضغط كده بالشكل ده، انا مش عارفه اهو عشان تبقوا شايفين اهو. وابدا بقى ايه اساوي كده وافك الكيس، وبعد ما افك الكيس اديها ايه لفه كده عشان اساويها اهو. مقفوله من الجناب ومقفوله من كل الجوانب خلاص وزي الفل اهي، تمام. تعالوا بقى ايه نعملها كده بانيه. هاتي يا اسلام اللي في الفريزر بعد اذنك، اللي في الثلاجه. هنبدا بقى ايه نعملها، نبنيها. هحطها الاول في دقيق، الدقيق برضو بيساعدها ان هي تقفل كويس قوي، يعني لو فيها حاجه او فيها اي سوائل يشد كده منها اي سوائل ويخليها تقفل كويس. هنفض كويس. هحط بعد كده في البيض اهو، الشكل ده كده اهو، نفض بالدقيق على البيض على طول. شكرا. وبعد كده نطلع من البيض على البقسماط. زي ما قلت لكم بقسماط بقى ممكن تعملوا كريسبي، ممكن تخلوه بقسماط ناعم على حسب ما انتوا حابين. خلاص حطيتها في البيض، هصفي اي بيض زياده وهبدا ان انا ابني كوردون بلو بتاعي اهو. طبعا احنا عملنا الكوردون بلو مع بعض وقلنا ازاي ما يفكش، وعملناه بطريقه لطيفه جدا، عملناه بالفراخ السليمه عادي، ويعني وريتهولكم بكذا طريقه قبل كده. بس ايه انا قلت بصراحه في ناس كتير جدا بتنعى همه ان هو بيفتح، مع اننا عملناه بكذا طريقه وقلنا ازاي ما يفتحش، بس يعني برضو في ناس كتير بتقوم قلقانه منه، فانا عشان القلق ده فعملت لكم ايه وصفه كده سهله وبسيطه تقدروا تعملوها من غير ما تبقوا قلقانين ان حاجه تفك منكم او حاجه اهو. ببدا كده ايه اساوي كده فيها بالشكل ده
وابدا ان انا اسخن بقى الزيت على النار واحمر. تعملوها بقى مع شويه مكرونه، عايزين تعملوها يوم كده تغيروا تعملوا سندوتشات مثلا يعني، ولا تعملوا مكرونه ولا رز كده يبقى تغيير، ممكن تعملوها مع بشاميل براحتكم خالص. تخلوها كده في الثلاجه كده ايه، ممكن تعملوا كميه وتحطوها في الفريزر وتطلعوها على القلي على طول. من الحاجات اللي انتم مثلا بتجهزوها لو بتجهزوا اكل اسبوع مثلا او حاجه في الفريزر اهو بالشكل ده، شكلها جميل ومتناسق ويعني وزي الفل، مش محتاج اي حاجه خالص. تعالوا بقى ايه، الزيت يسخن شويه اهو، نبدا ننزل اهو، لسه محتاج سنه كمان، نزلت كده واحده محتاج يشد شويه. تعالوا نعمل كده واحده كمان لحد ما الزيت يشد شويه، وبعدين ننزل بقيه الكوردون بلو. هبدا بقى ايه اهو احط حته كده اهي، بنعمها برضو بايدي كده قبل ما احطها، وبعدين بقوم فرداها بالشكل ده. بصوا بتتفرد معاكم بسهوله عشان احنا كمان البصله حطيناها بميتها يعني، ما عصرتهاش ما عملتهاش، فدي برضو نقطه سهلت عليا الموضوع جدا، خلي بالكم اهو. ممكن بقى تحضروها برضو وتخلوها كده في التلاجة تاني يوم مثلا تحمروها، لو انتوا مثلا يعني عايزين تجهزوها قبلها بيوم قبل ما تاكلوها بيوم، فبرضو تقدروا تعملوا كده. يعني دايما بصراحة انا بشوف ان التحضير اللي من قبل ده بيوفر بجد مجهود وبيوفر وقت كبير جدا، والحاجة كمان بتطلع كده معمولة بمزاج اهو. مهاني صباح الفل، ازيك يا مهاني؟ ازيك يا حبيبتي، وحشاني جدا. وانتي كمان، رجعتي من اسكندريه ولا لسه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. رجعتي من اسكندريه على فكره. الايه؟ لسه في اسكندريه. لسه؟ الجو عندك ايه؟ جو تحفه. حلو الجو ها؟ حلو قوي قوي بصراحه حبيبتي. والله بقاله يومين حلو. دستلنا معاكي بقى. حاضر يا حبيبتي. ممكن اعمل اهداء لجارتي هنا في اسكندريه؟ طبعا طبعا. انا بحيي جارتي الحبيبه الجميله مدام كوكا واولادها الحبايب قلبي شيماء وشهنده وشروق، دول اعز الناس عندي. احنا بنسلم عليهم كمان. الله يسلمك. انا كمان بسلم عليهم، سلميني عليهم كتير. الله يسلمك يا حبيبتي. الله يخليك. ربنا يخليكي ويحفظك. الله يخليكي حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا مهي. اهو بصوا ندحرج بقى في البيت كده، نديها واحده دحروجه كده ومصفين البيض، ونديها بقى ايه دحروجه في البقسماط كده. بصوا الزيت سخن، نبدا بقى ايه نحط بقيه كوردون بلو اللي احنا عاملينه مبنينه اهو. تمام قوي كده، نبدا بقى ايه نحط نقلي اهو بالشكل ده. هنحط بقى ايه تعالوا بقى نجاوب ايه على الحواشي كده قبل ما نطلع فاصل، عشان نبقى ايه جاوبنا على شويه من الاسئله، كل شويه كده ايه نجاوب على حاجه عشان ما ننساش حاجه. الحواوشي عندي لحمه مفرومه، هتجيبي نص كيلو من اللحمه المفرومه او كيلو على حسب، لو مثلا هقول لك المقدار على النص كيلو لحمه مفرومه، هتجيبي بصلتين كبار وهتجيبي ثلاث فلفلات تومي، ولو حابه اللي هو يبقى سبايسي هتحطي معاهم قرن فلفل حامي، هتفرميهم في الكبه البصل مع الفلفل. بعد كده هتقومي جايبه البصل مع الفلفل ده حطاه على النص كيلو من اللحمه المفرومه وضرباهم ضربه ثانيه منعماهم خالص في الكبه. بعد ما تنعميهم هتحطي عليهم ملح وفلفل ورشه جوزه الطيب ورشه قرفه، ولو عندك بهار حوشي حطي عليه، ما عندكيش هتحطي شويه بهار مشكل او بهار لحمه او مثلا كبابه صيني الكلام ده، مش هنحط اكتر من كده. وهنفرم ناعم خالص، ننعم تماما الخليط ده كله مع بعض. تمام، البصلتين يبقوا كبار وثلاث فلفلات كده حلوين على النص كيلو، حبه الفلفل يبقى رومي على حامي كده، ده على حسب بقى ما انت تحبي.
بعد كده هتقومي جايبه العيش البلدي الحلو اللي لسه بقى فريش ولسه طازه كده وطالع من الفرن، وهتبداي تفتحيه وتحطي تدهنيه كده بايدك شويه سمنه سايحه من جوه ومن بره، وبعد كده تحشي الحواوشي اللي عندك او العيش اللي عندك تحشيه كويس قوي، وتحشي في الجناب كويس قوي عشان لما اللحمه تكش ما يعني ما تكشش قوي معاكي، فافردي دايما بزياده كده عند الاطراف. بعد كده هتبدأي تلفيه في ورق زبدة وفويل وتحطيه في الفرن. طب أنا عايزة أعمله على البوتاجاز، هقوم جايبة طاسة حاطة فيها حتة سمنة وهبدأ إن أنا أسويه على الفرن وأتابعه مع التسوية مع الضغط كده عليه عشان أتأكد اللحمة استوت من الوش ده ومن الوش ده. طب عايزة أحطه في الفرن شوية وبعدين أحمره في الطاسة أو أشيل الورق الزبدة والفويل أحمره بعد كده، تمام، يعني ده متاح وده متاح زي ما أنت تحبي. ده كده الحوشي بطريقه سهله وبسيطه تقدري انت تعمليه وتجربيه هيعجبك جدا. تمام، بصوا اهو نبدا بقى ايه، بصوا بيتحمر بيبقى جميل ازاي اهو، نقلب كده بالشكل ده لحد ما كله ياخد لون ذهبي. تعالوا بقى ايه نطلع فاصل لحد ما الكوردون بلو عندي يتحمر، وهنطلع ده ونحط كمان الكميه التانية عشان نحمر كل الكمية اللي موجودة عندنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا ونكمل كمان كل الأسئلة اللي انت سألتوها لي اللي عايزين يجاوب عليها. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي بحمر، حطيت كمان الكمية التانية، بحمر اهي في الزيت اهو، هسيبها بقى تتحمر. وطلعنا كميه اهو، طلعناهم بقى يتصفوا كده على ورق مطبخ. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بلحمه، تقدروا تعملوها بفراخ، على حسب ما انتوا تحبوا تقدروا تتحكموا فيها زي ما انتوا حابين. تعالوا بقى ايه نعمل دلوقتي، هنعمل كسديه كده لطيفه بالخضار طعمها حلو جدا، تقدروا طبعا تعملوها بالفراخ، تقدروا تعملوها تنوعوا فيها زي ما انتوا حابين، او بحشوات تانيه طبعا مختلفه كتير. عندي كسديه الجبنه والخضار، عندي عيش تورتيلا وخضار مشكل، اي بقى خضار انتوا حابينه مشكل مفيش مشكله خالص، وعندي مشروم وعندي فلفل الوان وعندي بصل وعندي جزر وعندي ملح وفلفل وبابريكا وكمون وجبنه شيدر ورومي او الاثنين او جبنه موتزاريلا على حسب يعني اللي متوفر عندي. هقول تاني المقادير، عندي عيش تورتيلا وعندي كمان خضار مشكل، اي بقى نوع خضار، مشروم فلفل الوان بصل جزر اي بقى حاجه موجوده عندنا، بسله جزر اي حاجه انتوا حابينها، وعندي كمان ملح وفلفل وبابريكا وكمون وجبنه شيدر او رومي او موتزاريلا، او نعمل ميكس ما بين الجبن براحتكم خالص. تعالوا بقى ايه نشتغل كده واحده واحده. اهم حاجه اول حاجه هسوي الحشو على النار، يعني هديله كده تشويحه عشان اسويه واخليه حلو كده على النار. هحط شويه زيت على الطاسه وهسيبها تسخن شويه. عندي بقى هنا ايه، بصوا عندي هنا بصل مقطعاه كده، قطعوه باي تقطيع، انا مقطعه كده كنت تقطيعات كلها جوليان كده بالشكل ده، ومثلا شويه جزر برده كده جوليان، شويه فلفل الوان، الحاجة اللي مش موجودة عندكم أو ما بتحبوهاش تقدروا تشيلوها، تقدروا تشتغلوا بنوع واحد من الخضار، يعني زي ما انتوا حابين مفيش مشكلة خالص. ممكن تبشروا بطاطساية مثلا لو حابين يبقى من ضمن الخضار ده بطاطساية برضو بتبقى حلوة جدا. عندي هنا شوية كده ايه، كان عندي شوية خضار مشكل في الفريزر، شوية بسلة على جزر على فاصوليا، يعني اللي موجود عندكم، شوية مشروم تقدروا بقى تضيفوا تقللوا تعملوا براحتكم خالص. نقرب كده الحاجه ونبدا ايه، عايزه بس يعني الزيت يسخن شويه ونبدا نحط المشروم. هشوح كده المشروم، طبعا مشروم الفريش طعمه مختلف خالص عن المعلب للناس اللي هي مش بتستخدم مشروم كتير. دايما بقول كده ايه معلومات ممكن تبقى كلكم عارفينها، بس يعني بكون حريصه مثلا لو حد لسه داخل مطبخ جديد لسه متجوز في حاجات كتير مثلا مش عارفها، حتى لو هي اساسيات او بديهات عند ناس معينه، بس يعني في ناس كتير لسه
بتتعلم او بتدخل مطبخ سنهم صغير الكلام ده كله، فبحاول يعني ايه ابقى جايبه الموضوع من اوله خالص. اهو هحط شويه زيت كده، طبعا ممكن تحطوا مكعب زبده لو حابين، بس انا بالنسبه لي يعني الحشو هعمله كده بشويه زيت. وهبدا اشوح المشروم تشويحه كده بسيطه، وهبدا بقى ايه انزل بالخضار واحده واحده. هنزل الاول بالبصل اهو، كل حاجه كده انزل بيها اديها تشويحه كده عشان اتاكد ان هي خدت التشويحه المظبوطه. مين؟ لا مش مهم، سيب الجزر فيه. لا لا شوفي يا اسلام يلا على النار. نبدا بقى ايه ننزل كده بالجزر والفلفل. الشكل ده نبدا بقى ايه ندي تشويحه كده لكل الخضار مع بعض. كل كمان الخضار ده الكميه بتاعته هتلاقوها هتقل لما يتشوح كده وياخد التشويحه بتاعته المظبوطه، هتلاقيه هيدبل شويه، بس انا مش عايزاه برده دبلان خالص، انا عايزاه يبقى بيقطم كده شويه. الحشو ده احنا ممكن نعمل بيه جلاش، ممكن نعمل بيه مثلا حتى الجلاش الرول ده نقدر ان احنا نعمله صينيه جلاش عاديه كبيره، عملنا بيه حاجات كتير قوي كانت طعمها قريب قوي من الفطير بتاع الشرقي بالجبن بالكلام ده، بيبقى طعمه حلو قوي بالجلاش لو انتوا حابين تعملوا نفس الحشو ده بالجلاش. حطيت كمان البسله والجزر والفاصوليا، كل ده بقى ايه هديله كده تقليبه مع بعض واسيبه يتشوح. هبدا بقى احط البهارات بتاعتي، بهارات بقى زي ما انتوا حابين، يعني شوفوا انتوا حابين تحطوا ايه. بصوا الالوان الجميله، حابين تحطوا ايه تقدروا انتوا تعملوه. حط شويه فلفل اسود، شويه حلوين كده على المقدار ده كله. هملح، ممكن تحطوا مكعب مرقه خضار لو انتوا حابين، ممكن تحطوا شويه كاري، تحطوا شويه بهار مشكل، تحطوا ثوم وبصل بودره لو انتوا حابين تزودوا. انا هحط اهو شويه بابريكا، وهقلب كده كله مع بعض. فاطمه صباح الفل، صباح الفل معانا يا فاطمه. طب حاولي تكلمينا تاني يا فاطمه. بصوا اهو كده بالشكل ده انا بهرت كده كل الخضار اللي عندي، بديله كده تشويحه، هسيبه يتشوح شويه على النار. وعندي عيش، احنا طبعا عملنا العيش ده كمان مع بعض يعني على الهواء قبل كده، عملناه من الالف للياء. تقدروا ان انتوا تشتروا كيس مثلا تشتغلوا بيه، او لو حابين تعملوه هترجعوا للوصفه موجوده طبعا على اليوتيوب. عندي عيش هنا، اختاروا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه اهو. انا طبعا مختاره حجم كده وسط لطيف عشان هقسمه يا دوب نصين بس مش اكتر من كده. احنا في الكسديه بنتني كده العيش وبعدين هقوم اقطعه نصين كده تمام. طيب انا محتاجه الخضار لسه يدبل شويه، اهم حاجه العيش هنكون مغطيينه واحنا شغالين، دي نقطه مهمه جدا. خلاص هحط يعني ربع كوبايه ميه كده، حاجه بسيطه جدا على الخضار، وهسيبه بقى ايه يتشوح كده ويدبل شويه، بس عايزه في نفس الوقت يبقى بيقطم شويه، مش عايزاه يدبل يبقى كله يعني طري بزياده كده، لا عايزه يبقى فيه قطمه كده شويه تمام. فهسيبه كده شويه. تعالوا بقى ايه نجاوب على البشاميل ازاي يبقى ناعم وازاي ما يبقاش مكلكع. البشاميل هتجيبي 4 معالق من الدقيق، 4 معالق من الزبده او السمنه او الزيت، مهم قوي وانت بتقلبي الدقيق مع الزبده او مع الدهون عموما اللي انت حطاها سواء زيت او سمنه او زبده، مهم قوي ان يبقى يعني في يبقى سايب شويه، ما يبقاش الدقيق اللي انت حطاه مكلكع. لو لقيتيه مسك مع بعض وبقى مكلكع كده دقيق، حطي شويه زيت بس فكيهم مع بعض. هتبداي ان انت تقلبي الخليط ده مع بعض حوالي 30 ثانيه لحد ما الدقيق عندك يستوي شويه، ما يبقاش فيه طعم الدقيق ني، بس مش هتحمريه،
خلاص. بعد كده هتبدأي تحطي تضيفي 5 كوبايات من اللبن بالتدريج. هحط اللبن بإيد وبقلب بإيد، ما بدلقش اللبن، بحط حوالي 2 كوباية كده في الأول وبقوم مقلبة كويس قوي، منعمة كل الخليط اللي عندي بال2 كوباية بتوع الدقيق، وبعدين بكمل اللبن بحط بالتدريج وبقلب، بحط بالتدريج وبقلب لحد ما أوصل للقوام المظبوط. ما بدلقش الدقيق اللبن مرة واحدة، يعني بحطه بالتدريج، كل ما احط بقلب، كل ما احط بقلب لحد ما اوصل للقوام المظبوط اللي انا محتاجه كده ان يبقى تمام قوي. ايه الحاجات اللي انا بحطها عليه؟ بحط ملح، فلفل، رشه جوز الطيب. ده الكلاسيك اللي ما فيهوش حاجه خالص. في ناس بقى بتحط اضافات، كريمه لباني، قشطه، الكلام ده كله لا، ده البشاميل اللي ما فيهوش اي حاجه خالص. خلاص طبعا تقدروا تزودوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس انا بتكلم على الطريقه المعتاده اللي كلنا بنعملها اللي ما فيهاش اي اختراعات. خلاص كده؟ طيب احنا عندنا الخضار اهو على النار، والعيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب كده رغيف، هبدا بقى ايه، هرش كده شويه زيت كده على الجريل، رشه كده خفيفه، طبعا ممكن طاسه، ممكن صينيه، اي حاجه. يعني انا هحط في الطاسه دي وهحط في الجريل اهو دهنه بسيطه كده، وهحط برده شويه زيت كده هنا في صينيه، في الطاسه اللي هي اللي بنعمل فيها الكراب دي اهو. هبدا احط 1 من العيش كده، وابدا احط الحشو كده بالشكل ده. شايفين الخضار دبل بس في نفس الوقت انا عايزاه يقطم كده. هبدا بقى احط الحشو بتاعي اهو على نص رغيف، على نص رغيف، واحط الجبنه اللي انا عايزاها. اهو بس ايه، مش عايزه العيش ينشف على الطاسه عشان اعرف اتنيه اهو. وابدا ان انا ايه، اضغط كده وادخل الحشو اهو. هقوم احمره كده العيش من الجزء ده، وبعدين هقلبه الناحيه الثانيه برضو، اعمل الخطوه دي على الناحيه الثانيه. تعالوا بقى ايه نشتغل احسن على طبق كده عشان اوريكم احسن. احنا عندي العيش اهو، وعندي الخضار اهو، والجبنه اهي، هحط عليها العيش بس يعني مستنيه اتنيه على طول، هحط عليها العيش. تمام بصوا، هحط الحشو كده نص العيش، مش هحط على العيش كله عشان هتنيه، وبحط بقى شويه جبنه زي ما انا حابه بقى، حابه ميكس، حابه شيدر، حابه شويه موتزاريلا، اللي انا عايزاه اهو. وبقوم تانيه العيش بالشكل ده كده اهو، تمام، ومدخله كده كل الحشو وحطاه. تعالوا ننزله على الجريل اهو بالشكل ده كده. شوية بقوم قلبيه على الناحية التانية. تعالوا بقى ايه نقلب ده كده نشوفه. بالراحة خالص كده بقلبه على الناحية التانية اهو. طبعا اي زيادات اي حاجة بحاول ادخلها جوه كده ايه، كسادية اللي عندي اهو. جبنا بقى بتسيح وبيمسكوا في بعض كده، الطبقتين بيمسكوا في بعض كويس قوي بالجبنه. الجبنه بصوا بتسيح وبتبقى ماسكه مع بعض جدا اهو. بضغط كده وشويه بقوم قلباه على الناحيه الثانيه، بياخدش يعني دقيق على الوش ده ودقيق على الوش الثاني. مدام احلام صباح الفل، بصوا اهو مدام احلام صباح الفل. أيوة. حبيبتي ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله لك وصفه بالخضار اهو. فعلا برافو عليك حبيبتي، الله يخليك. انا بكلمك اشكرك حقيقي حبيبتي. والله تسلمي، تسلمي، تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلمي يا حبيبتي، دايما كده مدلعانه. الله يخليك يا حبيبتي والله بجد، يعني تسلم ايديكي وزي الاسره حبيبتي عندك واسر البرنامج. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يطمنا عليكوا دايما كده. تسلمي لي يا حبيبتي، انا مستنيه منك بقى خبز الشعير. حاضر عينيا. والله
نعمل حلقة تانية إن شاء الله برضو. أنت عارفة الخبز بتاع جلوتين فري كان تحفة تحفة يعني. حاضر هنعمل حلقة تانية جلوتين فري إن شاء الله. يا ريت والله. حاضر عينيا يا ريت. حاضر حاضر. ميرسي يا حبيبتي قوي قوي. تسلم إيديكي وربنا يكرمك ويخليكي لينا. تسلمي لي يا حبيبتي تسلمي لي شكرا ليكي. بصوا بنعمل بقى الكمية اللي إحنا عايزينها بالشكل ده وأقوم اهو قافله كده عليها وعلى طول احط على الجريل او الطاسه او الصينيه على حسب انا عامله ايه اهو كده امسكهم من هنا واحطهم على طول. بصوا ما بياخدش دقيقه على الوش ده ودقيقه على الوش ده. بصوا اهو بالراحه خالص اشيل اهو تمام قوي كده. هبدأ ان انا ارفعه بالشكل ده. ده اللي احنا عاملينه على الجريل وده اللي احنا عاملينه على الطاسة على حسب بقى ما انتوا متوفر عندكم. اهو بضغط كده دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش ده مش اكتر من كده. تقدروا بقى تتحكموا في الحشو زي ما انتوا عايزين. ممكن تعملوا فراخ مثلا صدر فرخة مثلا تقطعوه مكعبات او زي الشاورما كده وتشوحوه وتعملوا معاه شوية خضار زي كأنه فاهيتا كده شوية يعني براحتكم خالص. وتقدروا ان انتوا كمان تحطوا مع الحشو صويا صوص برضو بيدي طعم حلو قوي. شوية جبن زي ما انتوا حابين. مين؟ لحمة مفرومة برضو تمام. مين معنا التليفون؟ أم هنا صباح الفل. أم هنا ازيك؟ عاملة ايه يا حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله منور. الله يخليكي تسلمي يا حبيبتي تسلمي لي. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. مهنا مهنا ازيك؟ طب حاولي تكلمينا تاني يا مهنا. ماشي يا حبيبتي. احنا كده خلصنا الكسادية هنعمل شوية كده تانيين ممكن في الفاصل كده نبدأ ان احنا نسويهم. احنا عملنا اهو كذا واحد مع بعض فبالشكل اللي انتوا شفتوه ده بنعيد تاني بنبدأ نخلص كل الكمية بقى اللي عندنا او اي عدد احنا حابينه. وبرضو بيبقى لطيف كده وبنقسمه بقى نصين كده بالمقص او بالسكينة او ممكن لو عندي القطعة بتاعت البيتزا كده بقسمه نصين او اربعة على حسب الحجم بتاع العيش. انا عندي العيش هنا مش كبير قوي فيدوب هقسمه يعني على اتنين هقسم ده كده نصين وكل واحد بقى يبدا ان هو ايه ياكل الكسادية بتاعته بالحشو اللي انتوا عايزينها. ممكن تعملوا كذا حشو مع بعض في نفس الوقت يعني على حسب ما انتوا حابين تقدروا ان انتوا تنوعوا في الموضوع ده. تمام اهو بصوا. وبرضو الدرجه بتاعت التحميص زي ما انتوا تحبوا. في ناس بتحبوا يعني مقرمش قوي في ناس بتحبوا في سنه طري سنه على حسب بقى ما انتوا تحبوا. دي على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. ببدا اقلب كده الشكل ده وبخلص الكميه كلها. تعالوا بقى نطلع فاصل. في الفاصل مش هعمل اي حاجه غير ان انا هحط كده كام واحد يستوي وهنضف مكاني ونبدا نعمل نوع حلو كده بسيط وسهل وسائع ولطيف وهيبقى مناسب قوي كده الحاجات اللي بتتحط في الثلاجه المنعشه دي في الصيف والحر اللي احنا داخلين عليه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. في الفاصل كده ايه قطعت الكسادية اللي احنا عاملينها بالمقص كده على اتنين كل ربع كده. النص اللي احنا عملناه ده قطعته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه وهبدا بقى ايه نحط كده خلاص اخر اتنين اهو شيل ده خلاص اهو. بصوا بالمقص او بسكينه زي ما انتوا حابين اهو قطعته نصين بالشكل ده. هبدا بقى ايه ارص بالشكل ده. ممكن نحمر معاه بطاطس على حسب ما انتوا تحبوا يعني تقدروا ان انتوا تنوعوا في الموضوع ده زي ما انتوا حابين.
خدي اسلام الطبق اهو. تمام خلاص اخر واحد على النار اهو، هنطلعه ونبدا ان احنا والله دي صدمه دي. يلا بينا تعالوا هنعمل طريقه تشيز كيك كده سريعه ولطيفه برضو في كوبايات، حاجات كده سريعه مش هتاخد وقت مننا كله على البارد. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي محتاجه للتشيز كيك الخوخ، محتاجه 3 كوبايات من البسكوت المطحون، محتاجه نص كوبايه من الزبده السايحه، ومحتاجه كمان للحشو عندي عايزه جبنه بيضه ملح خفيف او جبنه كريمي على حسب اللي موجود عندي، وعندي كمان محتاجه كوبايه من السكر البودره وكريمه خفق، وعندي كمان خوخ فريش. تمام تعالوا كده ايه نقول المقادير تاني. عندي التشيز كيك الخوخ محتاجه 3 كوبايات من البسكوت المطحون ونص كوبايه من الزبده السايحه، وعندي كمان الحشو محتاجه له جبنه بيضه ملح خفيف او ممكن جبنه كريمي اللي متوفر، وعندي كمان كوبايه من السكر بودره وكريمه خفق وخوخ فريش. هطلع بس اخر واحده كده من الكسديه دي، اديها بس تقليبه كده عشان نطلعها على طول. اول حاجه بصوا الخوخ عندي حطيته كده على النار، حطيته بصوا قطعته مكعبات بالشكل ده عشان اعمله زي الكمبوت كده، حطيت عليه حوالي الكيلو نص كوبايه من السكر ورفعته على النار بعد ما يعني حطيت السكر كده يتنقع فيه شويه قبل ما ارفعه على النار. بعد كده رفعته على النار بقى عندي بالشكل ده. تمام ده كده الخوخ اللي احنا عملناه، انا قشرته تقدروا تقشروه تقدروا تسيبوه بقشره براحتكم خالص زي ما انتم حابين. وعندي هنا هضرب الكوبايه بتاعت كريمه الخفق، طبعا لازم تكون ساقعه، لازم تكون ساقعه جدا، خدوا بالكم من الموضوع ده عشان في ناس كتير بتقول لي خرزت معانا او فكت معانا او سيلت معانا، ما بتبقاش ساقعه او فصلت معانا. انا بضرب الكوبايه بتاعت كريمه الخفق من غير اي اضافات وبسيح الزبده عشان احطها على البسكوت، والخوخ عندي حطيت على الكيلو نص كوبايه سكر ورفعته على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هبدا اضرب. هحط عليهم مقدار سكر البودره اهو، وهحط عليهم كمان الجبنه. خلي بالكم من الجبنه اللي انتوا تشتغلوا بيها ما تبقاش مملحه، وفي حتى جبنه كريمي مخصوص للحلويات ما بتبقاش فيها اي تمليح. تمام هنضرب ده كده كله مع بعض. بصوا هنحط الزبدة على البسكوت اهو معاك اهو. هنبدأ بقى نقلب كده تقليب، الزبدة سيحتها في الميكرويف
هحطها على البسكوت بالشكل ده. وبصوا الكريمة ربطت خلاص معايا، شايفين؟ هوريها لكم. بصوا بصوا شايفين الكريمة بقت عاملة ازاي؟ انا مش عايزة الكريمة ولا سايلة قوي ولا ماسكة قوي، عايزاها وسط، عايزاها تبقى فيها يعني ايه شوية كده سياحين شوية. بسكوت كده قلبته مع الزبدة. ممكن اعمل التشيز كيك دي في قالب كبير وممكن اعمله كاسات. انا بصراحة بفضل الحاجات الكاسات دي عشان بتبقى سهلة علينا، وبتخلي يعني اللي عايز يعمل ياخد مثلا حاجة بياخد الكمية اللي هي اللي هو محتاجها وخلاص. تمام، يبقى احنا كده عندنا البسكوت اتحطينا عليه الزبدة، والخوخ حاطين عليه النص كوباية السكر وحطيناه على النار، بقى عندي بالشكل ده زي الكمبوت. وعندي كمان الكريمة اللي احنا عملناها، حطينا كريمة خفق وسكر بودرة وجبنة بس، مش اكتر من كده. مش عايزين نعمل اختراعات كتير وتفاصيل كتير، حاجة خفيفة كده وبسيطة. ودلوقتي هنبدأ ان احنا ايه نعملهم في الكاسات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. تعالوا بس نودي الكاسادية. بصوا بصوا بقى، شايفين الجبنة كمان وهي سايحة. استنوا هقسمها كده. بصوا بقى الجبنة هي اللي ماسكة كمان الخليطة اللي عندي بالشكل ده، شايفين؟ حشو بجد في منتهى الجمال. تعالوا بقى ايه نحط دول كده هنا، نوديهم هناك عشان نفضي الدنيا. كسادية نوديها مع الكفتة بتاعت الكوردون بلو اهو. وتعالوا بقى ايه نعمل الكاسات سريعا كده، مش هتاخد وقت خالص. تابعني كده اسر. تمام، تعالوا بقى ايه نبدا نحط شويه من البسكوت اهو. الموضوع مش محتاج يعني نكبس او حاجه، انا عايزه الموضوع يبقى راستك جدا، مش محتاج ان احنا نظبطه قوي يعني اهو. وهحط طبقه من الخوخ عليها بالسيرب اللي نازل من الخوخ ده. عايزه البسكوت كمان يبقى ايه شارب كده شويه، يبقى مقرمش على شارب كده شويه من السيرب ده اهو. الشكل ده هبدا اجيب شويه من الخوخ بالسيرب بتاعه ده اللي عملناه زي الكمبوت ده اهو. الشكل ده، وعايزه اشرب كده ايه بصوا البسكوت شويه من السيرب ده اهو. الشكل ده يبقى اخد من طعم السيرب بتاع الخوخ. حلو قوي وبسيط، وحلو قوي في الصيف، والولاد كمان هيحبوا الكلام ده قوي. ممكن كمان تحطه لهم في كوبايات يعني عليها كده اشكال هم بيحبوها، او حاجات اطفال برضو هتبقى لطيفه قوي. هنبدا نجيب الكريمه، نحط الطبقه بتاعت الكريمه. حابين بقى تحطه في كيس حلواني، حابين تحطه في مغرفه كده زي ما انا بعمل، بكبشه كده زي ما انتوا حابين اهو. وهحط طبعا طبقه خوخ تاني فوق الوش اهو، طبقه كده من الجبنه والكريمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوزعها كده اهو، اوزع بالشكل ده كده. شايفين الجوسي العصير بتاع الخوخ اهو، بيدي طعم حلو قوي. وانتوا كمان بقى بتاكلوا هتلاقوا كده ايه مقرمش على فيه كده شويه العصير بتاع او السيرب بتاع الخوخ ده، فبيبقى طعمه في منتهى الجمال. هنبدا بقى ايه نوزع كده الكريمه بالشكل ده. وبعد كده اخر طبقه الخوخ، حط بقى شويه خوخ كده حلوين فوق الوش. كمان لما بيدخلوا الثلاجه بقى ايه السيرب ده كان بيجمد شويه، فبيبقى حلو قوي اهو.
حطوا بقى الكميات اللي انتوا عايزينها تحكموا فيها يعني زي ما انتوا حابين. اهو طعمه كان بيبقى حلو جدا. انا قشرته لان احنا لما بنحط الخوخ على النار القشر بيفصل شويه لما بنقطعه وبيتحط على النار، فانا كده بصراحه قشرته عشان كده كده القشر بيفصل لما بنحطه على النار. فما حبيتش ان انا احطه بالقشر، فطبعا زي برضو ما انتوا حابين بس يفضل ان انتوا تقشروه. ده كده عندي منتهى السهوله عملنا شيز كيك. الخوخ اليومين دول موجود ومتوفر جدا وطعمه كمان في منتهى الجمال. تقدروا بقى تعملوا منه وصفات حلوه كده. انتوا عارفين دايما احنا بنشوف ايه الفاكهه اللي موجوده وبنعمل منها وصفات، او ايه الخضار اللي متوفر في الموسم اللي احنا موجودين فيه وبنعمل منه وصفات حلوه قوي. النهارده عملنا ايه؟ عملنا كساديه بالخضار والجبنه، وعملنا كمان كوردون بلو كفته، وعملنا كمان تشيز كيك الخوخ بطريقه سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده. طعمه بجد في منتهى الجمال وسهل وبسيط وبياخدش وقت خالص. تقدروا كمان تخلوا ولادكم كده يدخلوا معاكم المطبخ يساعدوكوا فيه، يعني تخليهم يشاركوا كده في الاجازه. طبعا انا عارفه لسه في ناس ما خلصتش امتحانات ولسه في ناس ما خلصتش مدارس عموما يعني، بس يعني ايه الناس اللي اخذت بقى اجازات او بقى ايه خلوهم يشاركوكوا كده في المطبخ، بيضيعوا وقت وفي نفس الوقت ايه بيتبسطوا قوي هم لما بيعملوا الحاجات دي بايديهم. دي كده كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. ان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.